كلمة للسيدة النائبة المحترمة السيدة خديجة الزومي. شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون. استكمالا للمداخلة العامة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع القانون المالي، أتناول الكلمة لأؤكد مدى طموح هذا المشروع في بعده الاجتماعي، عندما جعل من تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها ثروة أو ثورة اجتماعية حقيقية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وتوجهات النموذج التنموي الجديد ومضامين البرنامج الحكومي، وذلك من خلال حرص الحكومة على تعميم هذا الحق الدستوري على كافة الساكنة الهشة وأجرأتها عبر تعميم التعويضات العائلية وتعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل وما يتطلب ذلك من تسريع وتيرة المنظومة القانونية وتفعيل الأدوات التمويلية لتنزيل هذه الأهداف. وكذلك لتنزيل هذه الأهداف، وفي هذا السياق لابد من التأكيد أن الحماية الاجتماعية كل لا يتجزأ بما تقتضيه من مقاربة شمولية في التعاطي مع هذا الورش الاجتماعي بأبعاده الصحية والاجتماعية والحقوقية والتنموية، ذلك أنه لا يمكن تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية دون تحقيق تنمية مندمجة مستدامة تضمن للساكنة القروية حقها الدستوري في العيش الكريم وتحسين مستوى معيشتها ودون القضاء على الفوارق الاجتماعية وكذا المجالية، بعدما أبانت البرامج المعتمدة عن محدودية آثارها الإيجابية على الساكنة. سيد الرئيس، لا يمكن أن ينكر أحد المجهودات المبذولة لقطاع الصحة، ولكن على الرغم من ذلك فإنه لا زال يعاني من عدة إكراهات وصعوبات ذات طابع هيكلي تحول دون قيام المنظومة الصحية بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب، بما يضمن العيش الكريم لجميع المغاربة والولوج العادل والمتكافئ إلى التطبيب والعلاج، بما يقتضي ذلك من إعادة النظر في المنظومة الصحية بعدما أبانت الجائحة عن محدوديتها في تقديم الخدمات اللازمة، سواء من حيث ضعف البنيات التحتية وكذا البنيات الاستشفائية وبنيات الاستقبال والتجهيزات الضرورية وغياب العدالة المجالية في توزيعها وارتفاع أثمنة الأدوية وتكاليف العلاج، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة التوفر على منظومة متطورة لتدبير الأدوية قادرة على الإنتاج والابتكار وضمان تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع الأدوية لضمان الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الدوائي، حتى لا تظل البلاد في وضعية تبعية للخارج تتجاوز 50% من القيمة يتم استيرادها بالعملة الصعبة، وما يترتب عن ذلك من انقطاع متكرر لمخزون بعض الأدوية الأساسية وانعكاس هذا الانقطاع سلباً على حياة المواطنين. هذا في الوقت الذي تعرف فيه المنظومة الصحية خصاصا كبيرا فيما يخص الموارد البشرية للقطاع العمومي التي تفصل أو تفضل العمل في القطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج عن العمل في القطاع الصحي العمومي، مما يتطلب الزيادة في التحفيزات المادية للأطر الطبية بكل فئاتها، أطباء
ممرضون وتقنيون وتمكينها كذلك من الدعم المادي والمعنوي والتجهيزات الكفيلة بتمكينها من القيام بمهامها النبيلة المنوطة بها على الوجه المطلوب وفتح قنوات التواصل ومأسسة الحوار الاجتماعي معها والاستجابة لمطالبها المشروعة. ولا يمكن أن يتأتى تحقيق هذه الأهداف إلا بالعمل على تعميم وتنزيل التغطية الصحية بعدما أبان الجميع عن الانخراط الشامل بروح وطنية صادقة في التصدي للجائحة وإنجاح عملية التلقيح. وفي هذا السياق سيد الرئيس نسجل بإيجابية التزام الحكومة في مشروع القانون المالي 2022 بتوجيه الجهود نحو تأهيل وتجويد العرض الصحي وتتمين الموارد البشرية الصحية وكذا مراجعة سياسات الدوائية ودعم المنتوج الوطني وإرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية وإحداث نظام معلوميات مندمج. سيد الرئيس، كما يتجلى هذا الطموح من خلال تعزيز الرأسمال البشري والحرص على تأطيره وتكوينه وتحفيزه باعتباره المدخل الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بل رافعة لبناء مجتمع متضامن تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة وتكافؤ الفرص ومقومات العيش الكريم، بما يقتضي ذلك من ضرورة تتمين هذا الرأسمال كأولوية في السياسات العمومية والسياسات القطاعية، خاصة في قطاعي استراتيجيين يتمثلان في التعليم والصحة باعتبارهما العمود الفقري لازدهار الأمم وتقدمها في ظل الثورة الرقمية والتحولات التكنولوجية والمستجدات العلمية والمعرفية وكذا المتغيرات والتحديات التي ما فتئت تفاجئ العالم بل تحاصره كما حدث في وباء كوفيد-19. ولن يتأتى تحقيق هذه الأهداف إلا بالرفع من الاعتمادات المالية والبشرية المخصصة لهما، بل من أجل ضمان تأهيلهما وإصلاح منظومتهما انسجاماً مع مضامين قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية في أفق تنزيل مضامين وتوجهات هذا الإصلاح لتصبح معه المدرسة العمومية بوابة للارتقاء الاجتماعي وقاطرة للتنمية وإنجاح المشروع التنموي المجتمعي لبلادنا، وتصبح معه المنظومة الصحية بدورها قادرة على ضمان ولوج واستفادة جميع المغاربة من مختلف الخدمات الصحية وفق مقاربة مجالية واجتماعية عادلة تعمل على تجويد الخدمات الصحية والعلاجية والتطبيبية لتشمل جميع المواطنين جميعاً على حد سواء أينما حلوا وارتحلوا ما دام الأمر يتعلق بحق دستوري ليس إلا. كما أنه لن يتأتى تحقيق هذه الأهداف إلا بالتعبئة الشاملة والانخراط الفعالين لكل المتدخلين والتحلي بروح المواطنة والمسؤولية الفردية وكذا الجماعية وبإحداث تعديل الترسنة التشريعية والتنظيمية الكفيلة بضمان تدبير معقل ومرتكز على مبادئ الحكامة وبتفعيل الإصلاحات الهيكلية ومحاربة الاختلالات المرصودة والإشكالات المطروحة وإيجاد الحلول الجذرية لها وليس الحلول الترقيعية أو الجزئية، مع الانفتاح على التجارب والخبرات الأجنبية وتشجيعها على الاستثمار في القطاع الصحي. سيد الرئيس، يتجلى البعد الاجتماعي في مشروع القانون المالي أيضاً من خلال جعل مسألة التشغيل في صلب توجهاته واختياراته لمواجهة معضلة البطالة التي اتسعت رقعتها بشكل يدعو للقلق أمام محدودية فرص الشغل وتزايد إعداد خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين في ظل تداعيات جائحة كورونا بأبعادها وتحدياتها الاقتصادية والاجتماعية الثقيلة. وتعتبر خطة الإنعاش الاقتصادي التي دعا إليها جلالة الملك إحدى الركائز الأساسية التي استند عليها المشروع القانون المالي، والتي من خلالها حرصت الحكومة على خلق الثروة وفرص الشغل بالإضافة إلى مجموعة من الآليات الكفيلة بتوسيع عرض التشغيل بما فيها برنامج ضمان انطلاق المستثمر القروي التي تهدف
التي تهدف في إطار تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية بالوسط القروي. سيد الرئيس، رغم المجهودات المبذولة والرؤى البرامج الاجتماعية الطموحة، إلا أننا كنا نأمل أن يأتي مشروع قانون المالي بإجراءات بديلة لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص الشغل في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بالرفع من مستوى الاستثمارات العمومية باعتبارها دعامة أساسية لخلق الثروة وفرص الشغل ودعم المبادرة الحرة وإنعاش الاقتصاد الوطني وكذا إصلاح القطاع غير المهيكل. كما كنا نأمل أن يعرف قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مزيداً من الاهتمام استحضاراً لحجم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي خلفتها الجائحة والتي عانى منها وما يزال عدد كبير من الأسر المغربية من خلال الرفع من مستوى الدعم الاجتماعي والاقتصادي والمواكبة النفسية لهذه الأسر والحرص على مواكبة وتتبع وتقييم نتائج مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء منها المخصصة للأطفال أو المسنين أو الأشخاص في وضعية صعبة بعد تمكينها من الاعتمادات المالية والموارد البشرية الكفيلة بإنجاح برامجها. سيد الرئيس، إننا ننخرط في حزب الاستقلال مع البرنامج الحكومي ونسانده ولن نكون إلا إيجابيين في المناقشات وفي جميع مداخلاتنا وتدخلاتنا. وشكرا سيد الرئيس.